يلا خلصينا، ما بدك تروحي معي؟ شلون بدي روح؟ ما فيني. اتصلي بأبوكي وخبري، بعدين على التليفون أسهل، لأنه إذا طلع فيكي بيعرف إنك عم تكذبي وصوتي بصير بيرجف. أوف، كتير مكبر الموضوع نهال، اتصلي فيه وخلصينا بقى. أول شي منخبر المدموزيل، وإذا هي ساعدتني يمكن نقدر نقنع بابا بسهولة. يلا لكان خبريه بسرعة. يلا. تفضل. فيني فوت؟ طبعا. وانا كمان. وانا. انت شو صاير لك؟ الواحد ما بيقدر يرتاح منك دقيقة واحدة. انا اجيت لانه بدي اقول شغلة للمدموزيل. يلا قول، خلصنا. انت قولي. يلا مدموزيل، فيني ضل اليوم عند رنين؟ ممكن؟ ما بعرف وما بعتقد أبوكي رح يوافق. بلكي إذا أنت حكيتي معه بيوافق، بس نحنا ما عنا هيك عادة. ما دام حابين ضلوا مع بعضكم، شو بتفرق إذا كنتوا هون أو كنتوا هنيك؟ في مجال تسكر دمك؟ كل مرة أنا بجي لعندها، شو بيصير يعني إذا هي راحت لعندي شي يوم؟ خلص أنا رح أقول لبابا، وإذا سألك عن رأيك قولي له إنك موافقة، ممكن؟ ما بعرف. إجا بابا، أنا رايح. خلينا نطلب إذن فورا. وقفي، ما بيصير، خلينا نفكر شوي. أهلا وسهلا. أهلا فيك. عنا ضيوف؟ بيسان وفيروز خانو. كتير حلو، يسلم ويديكي، بتجنن. تكرم عينك امي، شوفي ما احلاهم، كانه صغار كتير، ما هيك؟ اجا بابا، اجا بابا. اهلين يا احلى بابا. كيفك حبيبي؟ بابا، اختي بتضل تخجلني قدام رفيقتها. الله يخليك، احكي معها. مو شايف عنا ضيوف؟ اهلين حبيبي. اهلين حبيبتي. اهلا وسهلا. اهلين عدنان بيك. اهلا وسهلا. كيف حالكن؟ تمام، وانت كيفك؟ الحمد لله. لكان عملتوها مفاجأة. ايه والله. سمر خبرتنا شوي عن رحلتكم. كانت رحلة كتير حلوة. ليش تأخرت حبيبي؟ كان عندي شوية شغل، خلصتن واجيت فورا. نهاد رحلة عندك على الشركة؟ ايه، وحكينا سوا. ان شاء الله تعود على الشغل. طبعا تعود على الشغل، وكان شغله كتير حلو. خلال فترة قصيرة وفر علينا شغل كتير، وأنا كتير مبسوط منه. هو محظوظ كتير لأنه لقى هيك فرصة لازم يستغلها وما يفرط فيها بنوب شو ما صار. نهاد رجل ذكي كتير وما بينخاف عليه، وراح يطلع رجل أعمال ناجح بالمستقبل، وأنا كتير مبسوط منه لأنه هو حابب يشتغل. اليوم عم بسمع شغلات حلوة وأنا كتير مبسوطة، صار عنا كتير شغلات لازم نحتفل فيها، وأنا حابة ساوي حفلة صغيرة بهالمناسبة. شو رأيك تكون بآخر هالأسبوع؟ أنا عم خبركن هلأ مشان ما ترتبطوا بشي تاني. شو رأيك حبيبي؟ ما عندي مشكلة.
مرحبا بابا. أهلين حبيبتي. رنين رايحة. عن جد؟ مع السلامة، خلينا نشوفك. إن شاء الله. بابا حبيبي؟ سمعتي شو قالت لي بابا حبيبي؟ معناها أكيد بدها شيء. عمو من بعد إذنك، معلش تروح نهال معي؟ الحقيقة لسه ما شفتها لنهال منيح ولا قعدت معها. وكنت عم فكر نقضي نهاية الأسبوع مع بعض. أنت اسمح لها تروح معي اليوم، واعتباراً من بكرة بسامحك فيها. بس يوم واحد رجاءً، لأني قاعدة لحالي. إذا قاعدة لحالك خليكي معنا لكان. رجاءً يا عمو عدنان، دائماً أنا يلي عم بجي. بعرف بس أنا خايف عليها كتير. ماشي، هلأ خلونا نسكر على الموضوع. إذا بدك منحكي مع أهلك مشان يخلوك تنامي عنا يوم تاني. كرمالي هن بنات وحابين يكونوا مع بعضهم شوي، لازم ياخدوا راحتهم، ما هيك؟ مزبوط، بدهم يتسلوا مع بعض ويسهروا للصبح بدون ما حدا يزعجهم. ايه، ومراد ما راح يضايقكم طبعا. لما كنت بعمر نهال بتذكر قد كنت انزعج من ماما لما ما تعطيني إذن. ايه مزبوط. أنا عم أقول هيك مشان نكون مع بعضنا بس. حبيبي كرمالي حابين يقعدوا شوي مع بعضهم، معليش. وبكرة منطلع من بيتنا على المدرسة. الله يخليك عمو. عدنان حبيبي كرمالي، إذا بدك نحنا كل شوي منتصل فيهم ومنطمن عليهم. ماشي طبعا. خلص موافق. أنا بتشكرك كتير عمو عدنان، وإلك سمر خانو. شكرا بابا، رح أحضر حالي فورا. يلا بسرعة. هاي كل الموضوع، شفت قديه انبسطوا؟ شو ما سوى الواحد ما بيعجبهم، مو هيك سمر؟ سمعتوا شو قالت سمر خانم؟ كانت تتعصب مني لما ما كنت ابعتها مع رفيقتها. يمكن لأنه نحن بنظرهم دقة قديمة. هيك يا بابا، الله يسامحك، ليش عطيت إذن؟ ما شفت كانوا 3-2. وأنا شو بدي ساوي لحالي هلا؟ شو رأيك نحن نروح على السينما؟ طبعا إذا بيوافق أبوك. سمح لي لأختي، معقول ما يسمح لي؟ شو قلت؟ آخ من الأولاد بضلوا يعذبونا مو هيك؟